زيكم. التسبيح ده أعظم حاجة الواحد بيعملها على فكرة، يعني بتنقل أجواءنا وبتنقل، سامعني كويس؟ بتنقل أجواءنا وبتنقل حالتنا الروحية والنفسية والجسدية من حاجة لحاجة. بس أحيانا كتير بنفضل نسبح ونصلي كده وما نحسش بحاجة، لأننا يعني بنكون ما نجحناش في تغيير الأجواء اللي حوالينا. بمعنى إيه؟ يعني بدل ما نسبح من مكان راحة وسلام، زي في العبرانيين كده ما قال إن إحنا ندخل في مكان راحة ونبتدي نسبح من المكان ده، إحنا بيجي نسبح وأنا في دماغي لسه المواصلات اللي أنا جاي منها، التليفون اللي لسه قافله، الظروف بتاعت الشغل اللي كانت معدية بيها الصبح، أو ظروف البيت، أو أين كان اللي أنا فيه. فبالتالي أنا ببقى مشغول بده أكتر، واللي في الوجهة اللي قافل على المخارج بتاعت قلبي. خاصة أنه لو إحنا حاملين للروح القدس وفينا الروح القدس عايش جوانا، وإحنا مكان سكن الروح وعارفين ده، أنا مفروض يبقى عندي إدراك أن أنا مش محتاج أن أنا أعتمد على فريق التسبيح مثلا أو مكان فيه تسبيح كويس عشان أترفع أو عشان تتغير حالتي، وبروح مكان وأدور على الأماكن اللي فيها ناس مسبحين بيتقال عليهم ممسوحين أنا بقولش أن ده غلط أو في مشكلة، بس في مرحلة تانية، في ستيب تانية محتاجين نبقى فيها إدراك شوية، وده يمكن محتاج يعني يبقى عندنا في إدراك روحي وذهني كمان، لأنه أنا ده بعمله بإرادة، مش بس بيحصل لوحده وأنا قاعد. إن أنا بسبب إن أنا اللي شايله جوايا من العمل الإلهي وعمل الروح القدس جوايا ومجد الملك وحضور الملك، إن أنا مسؤول على إن أنا أطلق في الأجواء اللي حواليا عمل الرب وحضور الرب. أنا شايل الحضور ده جوايا. فاكرين الكهنة وهم في سفر يشوع وهم شايلين تابوت العهد وبيعدوا الأردن، هم حاملين للحضور، ولما بيتحركوا بالتابوت ده أمور بتتغير، المية بتقف وبتنحصر وبيحصل حاجات. فأنا شايل الحضور ده، شايل الحضور ده طول الوقت. خلاص في العهد الجديد أنا شايل الحضور دوت بعمل المسيح في حياتي وقبولي ليه. فكتير قوي ما حدش بيبقى عارف انه يعني في ناس ما بتبقاش عارفه، اسف ما بقولش الكل، بس في ناس مش عارفه ومدركه ان انا عندي القدره ان انا اقعد في مكان وزي ما نقول كده بفتح البوابات بتاعتي، بوابات قلبي، فيحصل اطلاق للحضور في المكان اللي انا قاعد فيه، فيتغير المكان نتيجه تواجدي انا. يعني سواء انا بقى حاسس بده او لا، بس لما بيكون بعمله بقصد بتحصل حاجه كبيره، بيحصل تغيير كبير. يعني هدي مثلا، لو انا جاي مثلا في مواصله واسف لو انا قاعد في البيت وما عملتش واجب بتاعي، الواجب بتاع ان انا ابقى طول الوقت باخد خلوتي وقاعد قدام ربنا وبصلي وبسبح، فبملى الخزان دوت، اللي هيحصل ان انا لما اجي مكان زي كده هبقى انا بحاول ازق وبحاول احس بحضور ربنا، بحاول ان الصوت هنا احسن شويه، بحاول احس ان انا بعمل حاجه وان انا متواصل مع حاجه، بس ده بياخد وقت، بنحتاج انه التسبيح يبقى ساعة وساعة وشوية و45 دقيقة عشان ابتدي اقول انا ابتديت ابقى مظبوط مع خطوط السماء، فاقدر احس بحاجة، حسيت بان انا استريحت، انا انبسطت، انا استريحت لما جيت، انا لما عاد شوية في التسبيح في حاجة اتغيرت. انتوا بتحسوا بالحاجات دي زي ما انا بقول عليه، ولا ما بنيجي من برا شايلين حاجات كتيرة قوي ومتحملين بحاجات كتيرة قوي ومش مدركين انه انا المفتاح فيا مش في المكان بس اللي أنا فيه. طبعا ده ما ينكرش حضور ربنا وتغيير، في أماكن بيبقى فيه حضور ربنا قوي جدا فالناس تخش تتلمس، بس أنا بتكلم على مستوى تاني في النضوج كأبناء، إن إحنا مش المكان اللي بيأثر بس فينا، لكن إحنا بنأثر في المكان. فلما أروح مكان زي ما بنقول كده كتير، المكان ده مقفول شوية، المكان ده فيه مشكلة، المكان ده كذا كذا، أنا قعدتي في المكان ده بدل ما ناس بتقلق إنها تروح الأماكن دي، بالعكس أنا أروح وأقعد، ومن مكان راحة أنا بطلق أجواء بتغير المكان. حتى قدام شوية النهاردة يعني هنتكلم عن المجال اللي بيبقى حوالينا ده، وإزاي في ناس بتحس بحاجات روحية وبتحس بأمور بتحصل حواليها وتقراها، وفي ناس مننا بتتلخبط فيها وبتفتكرها أن هي دي مشاعرها هي ودي الحاجات اللي هي حاسة بيها هي نفسها، مع أن هي ما تبقاش هي خالص، بيبقى
انا حسيت بالناس اللي حواليا، حسيت بحضور حد، حسيت بمجال بتاع مشاعر حد وانا قريته وخدته لنفسي. هنشوف ده قدام شوية. بس الفكرة هنا انه الامور الروحية في حياتنا محتاجة تبقى هي المركز الاساسي اللي انا بتحرك وعيني عليه طول الوقت. يعني ايه؟ عشان الكلام ما يبقاش مبهم كده. يعني الكتاب كان واضح في عبرانيين انه وبلاش في عبرانيين، نبتدي بتكوين. حتى تكوين 1:1 بيقول ايه؟ في البدء خلق الله السماوات والارض. في ترتيب هنا ان السماوات خلقت الاول وبعدين الارض اللي هي المحسوس. على فكره السماوات في سفر التكوين 1 دي مش مقصود بها السماوات اللي هي السحاب والطيور، انتوا عارفين الحاجات دي جت بعدين في ايام تانية. فكان في اليوم الاول او في الكلمه الاولى قبل اليوم الاول في البدء، معنى كده انه البدء دوت كانت مرحله لسه ما فيش فيها حاجه ماديه معموله. فربنا كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل العالم الروحي، المراتب المختلفه للملائكه، المستويات المختلفه للسماوات، الامور الروحيه الاول، ومنها خرج المحسوس. مشكلتنا ان العدو من اول سقوط ادم عمل ايه؟ ابتدى يحط العالم طبعا باستخدام البشر، يعني مش لوحده، في حاجه، في منظومه اللي هي بتتسمى الماتريكس. المنظومه ديت من جيل لجيل ابتدى يسلم انه يسلموا بعض، يعني انه الاساس هو العالم المادي المحسوس ده اللي احنا عايشين فيه، الجدران، الاجواء اللي حوالينا، الشارع، البيوت، الشغل. وابتدى شويه بشويه العالم الروحي يرجع لورا، ويبتدي الناس تفقد، نبقى بنزق بس عشان نصدق ان في حاجه اسمها حركه ملائكه وفي حاجه اسمها حضور ربنا. انتوا فاهمين انا بقول بتكلم في ايه بقى؟ واخدين بالكم؟ حصل ده من زمان. الناس ابتدت تفقد اتصالها بالعالم الروحي خطوه خطوه، فابتدت الناس يبقى التركيز على الماده، المنظومه اللي بيخشوا فيها بتاعت الشغل، بتاعت البيت، بتاعت الزرع، بتاعت زمان يعني. فابتدى بقى التركيز على ده، وابتدى يقع من الفكر او من المنظومه الانسانيه العالم الروحي. مع ان على سبيل المثال في عبرانيين كان الكلام كله على انه في اقداس في السماويات، الكلام كله على انه في ان الارض ده ما هي الا ظلال للامور السماويه. الماتريكس دي دايما بتبقى عايزة تحط البشر حتى الكنيسة في دوائر. دوائر بمعنى ايه؟ دوائر يعني نفضل بنتكلم في نفس الحاجة زي ما هي ونرجع ليها تاني، بنتكلم في امور ليها انظمة دينية، بنتكلم في امور ليها علاقة بالماديات بتاعت الكنيسة والحالة. فنبتدي بدل ما دور الكنيسه، وانا بتكلم هنا على جماعه المؤمنين، يبقى كل الفرق او الهدف ان هو بيجيب الحضور وبيعمل تغيير وتاثير في العالم الروحي اللي بره، لكن دلوقتي دخل في حته تانية وبقى بيشتغل في حاجه تانية خالص، بيتعامل في مجال ومستوى تاني خالص غير الدور اللي ربنا عامله لينا. والماتريكس دي بتبان جامد قوي، اللي هي بمعنى زي غيبوبه روحيه او زي ذهن كده او ادراك تحت غيمه او عليه غمامه، زي ايام دانيال كده. لو فاكرين في سفر دانيال نبوخذ نصر عمل تمثال كبير جدا وكان عايز الشعب يبتدي يتحرك في عبادته. انتوا عارفين سفر دانيال طبعا سفر نبوي، متفقين على كده. بس انا ما بكلمش كمان بس على الجزء بتاع الاصحاحات والاسفار اللي في الاخر، طبعا كلنا عارفين ان فيها نبوات عن الوقت اللي احنا فيه، ونبوات كانت عن وقت المسيح. وانا ما بكلمش على كده، انا بتكلم على الجزء اللي في الاول كمان. الجزء الاول بتاع سفر دانيال في امور نبويه، في اسرار للملكوت. زي مثلا هدي مثلا، انا بحكي في الاول كده بس معاكم شويه قبل ما نبتدي في الموضوع الاساسي. زي اختيار دانيال انه يتكلم، مش عارف خدتوا بالكم من دي ولا لا، يتكلم على الثلاث فتيه شويه، وبعدين يتكلم على اربعه، حط نفسه كرابع. فيجي في الكتابه بتاعته يقول ان دانيال وميشال وعزريه، وانتوا عارفين اساميهم يعني ممكن نفتح دانيال 1 مثلا، نفتح دانيال 1 لو سمحت. في دانيال 1 آية 6 وآية 7 هتلاقوا دانيال بيتكلم عن أربع فتية ومذكور أساميهم.
حنانيا وميشائيل وعزاريا ودانيال، دول الأربعة. وشوية يتكلم على ثلاثة، يتكلم على ثلاث فتية بس لما جاء في سيرة الأتون واللي اتحط في الأتون. في حاجة هنا مختلفة، هتلاقي إنه كتير قوي دانيال بيجيب أربعة شوية وثلاثة شوية، وده مش اعتباط إن هو بيذكر نفسه معاهم فبيتذكر الرقم أربعة. رقم أربعة وراء حاجة في الروح كبيرة أكتر من مجرد إنه هو رقم، يعني له بعد مختلف. لو بصينا شوية كده، لو رجعنا وعملنا مثلا سيرتش، عارفين الكتاب المقدس اللي على التليفون أو في الكمبيوتر أو حاجة، لو حطينا سيرتش على عملنا بحث على رقم أربعة في الكتاب، هتلاقي إن الأربعة دي تكررت كتير جدا. أربعة في المفهوم وفي يتقال إيه، مش شفرة بس، يعني في مفسرين كتير وفي التراث العبري وفي الأمور القديمة رقم أربعة له علاقة مباشرة بفكرة الباب. طاقة، أربع أضلاع، حاجة بتعدي منها حاجة لمنطقة تانية، أو بعد بيتفتح عشان حاجة تعدي منها. لما بتيجي سيرة أربعة ممكن نقف وإحنا بنقرأ كتاب مقدس كده، نقف شوية نشوف إيه اللي ورا ده، رقم أربعة وراء إيه. هدي أمثلة كتابية موجودة كتير قوي يمكن عدت علينا بس ما حدش فكر فيها. يعني أنا لما دورت كده اكتشفت إنه كتاب بيتكلم على الأربع رياح، بيتكلم على الأربع اتجاهات، بيتكلم على الأربع كائنات اللي حوالين العرش، بيتكلم في حزقيال كان في أربع كروب حاملين للعرش الإلهي اللي جاء على الأرض. بيتكلم في حاجة غريبة برضو أنا لاحظتها، فاكرين في ملوك لما إيليا اتحدى أنبياء البعل وعمل المذبح، هتلاقي إن هما تحديدا جاب أربع جرار ماء، بالتحديد أربع جرار ماء، وثناها وثلاث، يعني مرة عملها مرة واثنين وثلاثة، بس بتحديدا أربع جرار من الماء. نعرف إن الكروب له أربع وجوه، ودانيال برضو ما اختلفش كتير عن، هتلاقوا كتير قوي اربع اناجيل، مش كده برضو؟ حد خد باله من الحاجات دي؟ حد باله من الرقم أربعة له مكانه معينه في الكتاب لانه بيعني حاجه؟ في ناس عارفه ده، في ناس مدركه اللي بيقروا، يعني بالذات في الـ في الـ في الـ في التراث العبري زي ما قلت، والناس المفسرين القدام عارفين انه لما بتيجي رقم أربعة يبقى في حاجه وراها، في حاجه روحيه، في حاجه بتتفتح من خلال أربعة دي على الـ على الـ على الارض. يعني خلوا البحث ده، في ناس ممكن تكون بتدور دلوقتي، خلوا البحث ده ممكن يبقى في البيت بعد كده، بس هو هيفتح حاجات كتيره قوي، هيفتح حاجات كتيره قوي في النص. نبتدي نقرا اول ما تيجي عنا على اربع اشياء نعرف ان في حاجه بتتفتح وبتتنقل. فدانيال هنا جاب سيره الاربع فتية. انتوا عارفين اللي حصل، انه حصل تغيير للاسامي. ايه فكره تغيير الاسامي؟ غير الاسامي لانه الحروب بتاعت العهد القديم كانت في مفهوم البشر انها حروب بين الالهه في المقام الاول، الحروب كانت ما بين آلهة الشعوب اللي بتحارب مع بعض، مش بشر مع بعض، لا، ما بين الآلهة اللي في السماء والبشر، ما هي إلا أدوات بتستخدم. فلما شعب بيتهزم ويبقى مقصور، يبتدوا يغيروا أسامي المقصورين دول، لأن ده بيعمل إعلان في الروح وفي حياة المقصورين دول إن الإله بتاعك إله فاشل والإله بتاعي منتصر وجبار. فاللي حصل هنا انه في دانيال اتغير، كان فيه اهتمام بتغيير الاربع اسامي ال بتاعه الاربع فتيه، ان هم يتغيروا لاسامي لها علاقه ببابل. يعني دانيال مثلا معنى اسم دانيال ايل يقضي او قاضي، اتغير لايه؟ بلتشصر. ده اسم من بل، ده واحد من الالهه بتاعه الكلدانيين والمنطقه بتاعه بابل ومنطقه الفرات. بل ده اله وثني فسموه بل يحمي، ده اسم دانيال، من ايل قاضي لبل يحمي. على سبيل المثال شدرخ برضو اللي هو حنانيا، اسمه ان الرب يعني ياه حنان، حنانيا، فتحول من يا حنان لشدرخ اللي هو بأمر إيكو أو أخ اللي هو إله القمر في بابل. ميشائيل الاسم الثالث، ميشائيل
العبري معناها من هو إيل، اسم من أسامي الرب. فاكرين بيت إيل؟ إيل اسم من أسامي الرب. فمن هو إيل؟ ده اسمه. حولوه لميشخ اللي هو من مثل أكو أو إخ، اللي هو يعني دي بتغير اللغة في النطق، اللي هو من مثل هذا الإله. والأخير خالص اللي هو عزاريا، ياه يساعد، اتحول لمين؟ لعبد نبو أو عبد ناغو. نبو ده إله تاني. لو فاكرين في أشعية 1:46، قد جث بيل وانحنى نبو. دي كان إعلان الرب بيعلن بيها على سلطانه على آلهة الأمم. أنا بقول ده ليه؟ لأن في أربع رسائل وراء موضوع الأسامي بتعلن حاجة عن ربنا. يعني لو قرينا كده في سفر أشعية وسفر حزقيال، هنلاقي إن سفر أشعية وسفر حزقيال ما فهمش غير الأربع معاني بتوع الأربع أسماء دول. بمعنى إيه؟ هتلاقي إن سفر أشعية وحزقيال بيكلموا بس عن الرب القاضي أو قضاء قادم. فاكرين معظم الرسالة الكتاب بتاع أشعية وكتاب حزقيال بيكلم عن قضاء ربنا، الرب القاضي اللي هو بيرجعنا لاسم دانيال. أو أنا بتحنن على شعبي وبحب شعبي وبعود لشعبي وما أقدرش أترك شعبي، فبيرجعنا لاسم حنانيا. أنا مش عارف أوصل لكم الصورة، أنت فاهمين قصدي ولا تهتوا مني؟ أنا حاول أبقى أبطأ شوية، بس أنا عايز أقول إنه في كود، في شفرة في سفر دانيال في موضوع ذكر الأربع أسماء دول تحديدا بدون أسماء تانية، وتحديدا الأسماء دي بمعناها العبري والمعنى اللي ورا الأسامي دي. يعني مثلا في عزاريا الرب يساعد أو الرب يكون مع شعبه، لا يترك شعبه، الرب حنان ويتحنن على شعبه. الأربع أسامي دول بيعملوا زي طاقة بتعلن من هو الرب حتى في أرض العبودية، في أرض السبي. يعني اللي يقرأ سفر دانيال هو عنده المفهوم ده وفاهم معاني الأسامي وفاهم موضوع الأربعة، إيه رسالة التعزية اللي بتوصل له؟ إن مهما كانت صعوبة الوقت اللي الشعب بيعدي بيه، مهما كان أنا في أرض عبودية في أرض سبي، الرب لا يترك نفسه بلا شاهد. أول ما يتقري كده الأربع أسامي وهم أربعة، المفهوم إنه ربنا نبويا بالأربع أسامي بيعلن كده إنه بيفتح حاجة فوق الشعب في السبي، بيعلن بيها عن شخصه. لأن الأسامي دي بتعلن عن إيه؟ لو خدتوا بالكوا هتلاقي دانيال وميشائيل ده فيهم إيه؟ آخرهم إيل، اسم الرب. وزي ما قلنا حنانيا وعزاريا فيهم ياه، اسم تاني من أسماء الرب. هدف الأساسي من الأسامي بتاع الأربع أولاد دول إن هم بيعلنوا إن الرب يحتفظ بشعبه ويحافظ على شعبه وبيكون مع شعبه حتى في مكان سبيهم، في مكان ضعفهم، في مكان كسرتهم، إنه ما سابهمش حتى لو كان ده قضاء اللي حصل عليهم، لكن لم يتركهم بإعلان إن إيل وياه اللي هو ربنا إيل أو ياه يعني في وسطهم وبيأتي عليهم بقوة وموجود بيطلق حاجة على شعبه في هذا المكان. المشكلة في إيه؟ في الماتريكس اللي كانت متخططة من نبوخذ نصر على الشعب ده. إيه الماتريكس؟ التمثال الذهب، وده المنظومة اللي كانت بتعمل عبارة عن إيه؟ ده في دانيال 3 لو فاكرين القصة من غير ما نفتحها. نبوخذ نصر قرر إنه يعمل تمثال وكل الأمم وكل الشعوب المسبيين وكل حتى شعبه هو يجي قدام التمثال ده ويسجد ليه. إمتى؟ عند سماع أصوات الموسيقى والسنوج ومزمار اللي بيحصل هنا ان هو كان عايز يحط الشعب كله في حالة كده زي حالة التنويم المغناطيسي او نقول عليه هيبنوتيك ستيت، اللي هو حالة من التغييب للوعي،
بحيث ان الشعب كله تعرفين انه المقومات بتاعه التغييب الذهن وجعل الناس في حاله في غير وعيهم وفي غير ادراكهم انهم يبقى عندهم ادراك. المقومات دي كانت موجوده في 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 اصحاح 3. كل اللي مطلوب صوت، صوره، الرؤيه بتاعه العين، وحركه جسديه في العباده. هيخشوا تحت منظومه هذا البلد، يخشوا تحت السماوات بتاعه البلد ديت. وعارفين ايه اللي يحصل؟ ايه كل عباده بتقدم لحد تاني غير الهنا الحقيقي بتنشط وبتعمل زي اكتيفيشن كده لطبيعه الحياه في الانسان الساقط، للحاله الساقطه القديمه. فالبلان بتاع نبوخذ نصر، خطه نبوخذ نصر انه كان يجيب الناس ديت والمؤمنين باله تاني علشان يكمل خالص على على قضاء على اسم يهوى، انه يعلن انه الالهه البابليه هي اللي ليها اليد العليا، ليها السلطان الاعلى. ويجي بعد كده هو يحط كل الشعب وكل المؤمنين اليهود اللي كانوا موجودين تحت السلطان دوت، فتتغير. عارفين يرجعهم لايه تاني؟ الحاله اللي خرجوا منها ساعه لما طلعوا من عباده العجل الذهبي بعد ما خرجوا من مصر. ما هي نفس الفكره، ملاحظين؟ العدو بلاناته متكرره، نفس الفكره. هم خارجين من مصر، حصل الخداع ده واتعمل العجل، وفي ناس سجدت وعبدت، وكانت طريقتهم كان فيها لهو ورأس، وكان في تغيير للجينات مع العمل الجسدي دوت، مع العبادة ديت، مع النية، مع الحالة اللي اتعمل اللي دخلوا فيها، حصل تغيير. عشان كده انا مش عارف اذا كان الكلام دوت هيبقى تأثيره ايه، بس عشان كده لو تفتكروا في 3000 اتقتلوا، فاكرين لما اتقال لمن إليا وموسى دعا اللويين، فاللويين جم وبالسيف قتلوا 3000. كان في حالة من القضاء جت بسبب التغيير الجيني اللي حصل من حركة العبادة. طبعا الموضوع ممكن ما يبقى صعب عليهم، بس هو ده اللي كان بيعمله نبوخذ نصر. فهي المشكلة في ايه؟ الماتريكس، المنظومة، ان حد يدخل تحت المنظومه. المنظومه بتاعت زماننا مختلفه، المنظومه بتاعت زماننا حاله التغييب اللي في الوقت اللي احنا فيه دي، ده دلوقتي ليه علاقه بالاعلام، ليه علاقه بالانظمه الاقتصاديه، ليه علاقه بالدوائر الدينيه، اللي هو زي ما انا قلت في الاول، ان احنا نفضل نلف وندور في حلقات مفرغه ليها علاقه بالكلام عن الحالة الروحية والخطوات الدينية اللي فيها تدين، ومن غير ما يبقى فيه الجوهر، من غير ما يبقى فيه الحق. ده حالة من الغيبوبة، ان احنا يبقى كل انشغال الشعب، شعب الرب، بان احنا بنتكلم ازاي بنعمل ده وده بيتأدى ازاي، ونتخانق على لاهوت، او تبقى فيه ميديا واخدة معظم الوقت، واخدة معظم افكارنا، ومن كتر تكرار الحاجات اللي في الميديا بتبتدي تعمل الحاله ديت اللي هي الهيبنوتيك ستيت، حاله تغييب الوعي، ويبقى في تغيير في الهويه وتغيير في الانسان الداخلي، وتبتدي المخارج اللي انا قلت عليها في الاول اللي بتخرج من القلب ديت، اللي هي مخارج القلب اللي بطلق بيها الاجواء الروحيه في اي مكان انا بقعد فيه، تبتدي بسبب دخولي تحت المنظومه دي تتقفل. وبقى يجي الوقت اللي انا عايز اقف كابن، بقى عايز اتعامل كابن. ما احنا سمعنا ده كتير وتوعظناه كتير، الجزء العملي بقى فين؟ انا عايز ابقى قاعد في مكان واطلق الروح القدس حواليا في كل مكان، فالمكان كله يتغير. طب انا مش قادر اعمل ده ليه؟ انا بقعد واروح اماكن احيانا وابقى في وسط ناس، في طبعا مش انا بتكلمش على الحاله العامه، بس في ناس كتير بتصارع مع دوت. انا بحاول ان انا اتدخل في امور معينه، اساعد ناس، اصلي مع ناس، بس انا مش قادر، في حاجه مقيداني. ده بسبب انه سمحت في اوقات معينه ان المنظومه ديت تاخد سلطان على حياتي. انا مش هعمل زي الوقت دوت، طبعا مش هاجي عند تمثال ذهب واسجد او اعبد، شعب رب مش هيرجع تاني للفعل ده حرفيا، بس هو بتبقى فيه اولويات بتاخد مكانها، زي بالظبط ما التمثال خد مكانه قدام اللي سجدوا ورضيوا، على عكس أربعة تانيين أو ثلاثة تانيين رفضوا
العمل دوت، رفضوا ان هم يسجدوا ورفضوا ان هم يخضعوا للمنظومه. وده اعلان ان الرب بيقول انا لو مهما كانت الظروف الصعبه، مهما كانت الارض صعبه، مهما كانت الاجواء صعبه، مهما كان شغلي صعب، مهما كان بيتي فيه مشاكل، مهما كانت الحاله الصحيه فيها معاناه، مهما كانت الظروف الماديه عماله تشتد ضيق وتشتد ضغطه، في طاقه، في امل، في مكان انا باجي منه واعلن عن نفسي الرب الحنان، الرب القاضي الذي يقضي على العدو ويقضي على مضايقيه، لانه خلاص في عهد نعمه مختلف، الرب الذي ياتي على 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 بنعمه ب ب ب ب ب بالحنان ب... واخدين بالكم من الاربع اسامي؟ هو ما اتغيرش، عشان كده كان متكرر في 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 اسفار ثانيه، هي الاربع اسامي، الاربع افعال، الاربع توجهات اللي الروح بياتي بيها وبيعلنها في نفوس المؤمنين، ان هو موجود وما بيسيبش حد مهما كانت الظروف اللي بنعدي فيها. المهم هو وضع القلب لاستقبال ده، المهم هو حالتي القلبيه. يعني ايه حالتي القلبيه؟ احنا نحاول نفتح طب شويه كتاب عشان ما يتقالش ان ما فتحناش كتاب خالص المره دي. نفتح عبرانيين 4:12، لان ده مفتاح بيخليني اعرف استقبل دوعه ويخليني اعرف اميز انا بعدي في ايه وبعمل ايه وايه اللي بيحصل. عبرانيين 4:12 لان كلمه الرب حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين، خارقه الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، مميزه افكار القلب ونياته. مميزة هنا معناها ايه؟ بتفرق ما بين حاجة وحاجة. التمييز زي التمييز الروحي كده، انا بميز ما بين الافكار والنيات، وده المفتاح اللي انا عايز اكلمكم فيه النهاردة. ويعني مش هنطول عشان عارف ان الوقت اتأخر شوية، بس انا احاول ان انا بإجازة ان انا اوضح ايه اللي انا عايز اقوله في النقطة دي، لان ده مفتاح مهم جداً يخلي موضوع الماتريكس ويخلي موضوع الحالة الروحية والأمور اللي بتترمي والظروف اللي حوالينا في البلد قادرين نتعامل فيها من غير ما نوع تحتيها بسهولة. خلينا قبل ما نتكلم نفتح كمان حاجة في أمثال 16:9. قلب الإنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطوته. قلب الإنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطوته. أمثال 19:21 مدام قريبين منها. في قلب الإنسان أسرع أنا شوي. في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تثبت. في متى 9:4 يسوع كان بيتكلم مع الفريسيين، قال لهم فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم. وفي متى 13:15 دي آخر آية عشان لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، أذانهم قد ثقل قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. لو لاحظنا هنلاقي انه الايات كلها بتتكلم ان القلب بيفكر، القلب بيفهم. القلب، انا ايماني الشخصي ان هنا مش بيتكلم عن القلب يعني داخل الانسان، ده ايماني انا، ما ترجمونيش لحد ما اقول لكم اللي عندي، يعني الناس ما تتخضش تقول ايه ده يعني قصدك على القلب القلب. انا قصدي على القلب القلب، لانه في ابحاث بتقول
علميا بقى ان القلب بيفكر افكار حقيقيه. بمعنى ايه حقيقيه؟ في معهد علوم في كاليفورنيا بتاع القلب، هو متخصص في دراسات خاصه بالقلب، في دراسه اسمها هارت برين كونكشن، يعني العلاقه ما بين المخ والقلب. اكتشفوا ان القلب له مجال كهرومغناطيسي. فاكرين في الاول انا قلت الافكار احيانا بيبقى فيه ليها تاثير في الاجواء اللي حواليها لا، اكتشفوا ان القلب له مجال كهرومغناطيسي زي المخ. عارفين احنا طبعا عارفين وسمعنا كتير قوي عن كهربة المخ، والناس اللي بيبقى عندها حالة من حالة صحية معينة يعني زي صرع او قال انه كهربة زيادة في المخ فده بتأدي لده وكده. فاكتشفوا انه مش طبعا هما من زمان علميا مكتشف انه المخ له مجال يقدر يتقاس بأجهزة معينة، يعني مجال الكهرومغناطيسي بتاعه. طبعا انا عارف ان في دكاترة هنا هيتخانقوا معايا، بس ده بجد بحث موجود مصروف عليه ملايين الدولارات، وليهم ويب سايت موجود على الانترنت اسمه heartmath.org اللي عايز يخش يتاكد. ده دي ابحاث محطوطه في صفحات كتير قوي مطبوعه، ويعني حاجه معترف مكان معترف به. قالوا انه في جهاز اسمه الكتروكارديوجرام. الالكتروكارديوجرام ده بيقيس الموجات بتاعه القلب. فاكتشفوا ان موجات القلب لو موجات كهرومغناطيسية المجال بتاعها 60 مرة أكتر من المجال بتاع المخ. يعني معنى كده أن أنا لو قاعد في مكان، ومش بس بقى كده، قبل ما أقول لو قاعد في مكان كمان، اكتشفوا أن القلب له نظام عصبي خاص به في عدد محدود شوية، طبعا مش زي المخ، من النيورونز اللي هي الخلايا العصبية، بيبعت نوع من الأكواد. استحملوني شوية بس أنا بقول ده لأن ده المفتاح للي جاي. بيبعت أكواد وشفرات في الدم للمخ عشان المخ يبتدي يفكر في الفكرة اللي المخ هيفكر فيها. يعني الفكرة بتبتدي في القلب الأول، بس طبعا مش فكرة ممكن نقولها، مش كلام ممكن ننطقه، لأنها بتبتدي في حتة ملهاش اتصال بمصدر الكلام والتعبير لكن بتبتدي في القلب، تروح المخ، تتحط في صورة. بتبتدي في القلب ازاي؟ زي ما قلت أكواد وشفرات بتمشي في الدم توصل المخ. المخ يبتدي يحطها كأفكار، ابتدي أفكر أنا فيها يبقى ليها معنى، ممكن الفكرة دي أطلقها أقولها أتكلمها. معنى كده إن لو الأفكار دي وانا قاعد في المجال بتاع قلبي دوت، لو انا عندي افكار شر او افكار خير ليها مجال حواليا بيأثر في الاجواء اللي انا قاعد فيها. لما بقى قاعد في مكان، هدي مثال مشهور قوي كلنا ممكن بنعدي بيه. ابقى نازل الصبح قاعد قدام ربنا متعزي فرحان برنم، وركبت مواصله، ميكروباص، تاكسي، اي كانت المواصله، او بلاش مواصل، قعدت في الشغل، قعدت في بنك، قعدت في اي مكان في ناس تانية حواليا، وفجأة ابتدي وانا متعزي وفرحان افكر افكار غريبة جدا ما جاتش على بالي بقالها سنين، حالة من الحزن، الاكتئاب، الضغط، اين كانت نوع الافكار، بس فجأة تحولت من الحالة اللي انا كنت فيها حالة مختلفة، مش بتاع يعني مين ده، في ايه، انا كنت في حتة تاني خالص، ايه اللي حصل؟ وبعدين اخرج من المكان او انزل من الميكروباص او من الاتوبيس او اروح من شغلي مضغوط وعمال افكر في حاجات ما فكرتش فيها من 30 سنه وشايلها وماشي بيها. اللي بيحصل هنا ايه؟ طبعا عشان قعدتنا كمان قدام ربنا والتسبيح احنا بيبقى عندنا حساسيه روحيه مختلفه. فانا قريت المجال بتاع الشخص اللي قاعد جنبي، قريت الأجواء المحيطة بحد عنده اكتئاب، بحد بيفكر في شر، بحد بيفكر في نجاسة، بحد بيفكر في حاجة مش مظبوطة. والأجواء دي أنا لما قريتها اتبنتها، خدتها كأنها بتاعتي، بتاعت فكري أنا، أنا اللي بفكر كده. وكمان روحت مكمل في اللي أنا ابتديته. بيحصلش كده معاكم؟ بيحصلش؟ بيحصلش ان نبقى مرفوعين ومبسوطين ويادوبك نروح مكان ونرجع منه كل ده كأنه وقع من غير بقى ما حصلش حاجة، انا ما اتكلمتش في حاجة، ما يعني ما فيش حاجة زعلتني، ما فيش حد قال لي خبر يضايق، يعني ما حصلش حاجة
اقدر احط صباعي عليها. بس اللي حصل ان انا كل حاجه اتغيرت. المرات دي بتبقى بسبب ان في حاجه انا قريتها وخدتها ليا انا وافتكرتها بتاعتي ومشيت بيها. طيب الكتاب في فيليبي بيقول ايه؟ رساله فيليبي 4:8 لو عايزين نفتحها او انا هقولها ممكن لحد ما تطلع على الشاشه. بيطلب مننا اننا نفكر في كل ما هو حق. خلينا نطلع بحيث انها تبقى باينه قدامنا، لانه ده 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 اعلان من الروح القدس، لانه ده مفتاح، مفتاح مهم جدا. اخيرا ايها الاخوه، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، افتكروا فيه او نفكر فيه. ليه؟ لان ده بيخلق جو، بيخلق مجال، بيخلق حاله بتغير اجواء يعني مفروض بعد فتره انا طول ما بفكر في الحاجات الكويسه ديت ايه اللي بيحصل لي؟ بيبقى جزء من شخصيتي ان انا برفض اي فكر شرير، وهكلم على ده حالا، اي فكره غلط تترمي. لانه الكتاب كان واضح في انه احنا محتاجين نميز. فاكرين الايه بتاعت عبرانيين؟ مميزه افكار القلب ونياته. يعني محتاج اميز ما بين الفكره والنيه. افكار القلب هي كل فكره بتعدي على ذهني، سواء انا فكرت فيها او العدو رماها او زي ما قلت قريتها، بعمل فيها ايه؟ لو الافكار دي افكار شر مش افكار خير زي ما الكتاب بيقول، مش كل ما هو عادل كل ما هو جليل، لو هي افكار غلط انا لازم اتصرف بيها بسرعه، لان هنكتشف دلوقتي ان لو الافكار دي جت على قلبي وعلى نياتي وعلى دوافعي وكان عندي حاجه غلط تحصل مشكله كبيره قوي. فانا هتكلم بس على افكار عشان ما اكونش نقلت على النقطه الثانيه. فلو افكار انا حسيت بفكره او جت اترمت في دماغي فكره ولقيت نفسي بفكر في حاجه فيها غضب، فيها شر، فيها عنف، فيها كراهيه، فيها حسد، فيها اي حاجه، اي حاجه أين كانت الفكرة؟ فكرة الكتاب بيميزها، فاكرين كلمة الله حية وفعالة، الكتاب الكلمة بتقول إن ده غلط، خلاص أنا عندي تمييز إن ده غلط، فعرفت إن الفكرة دي غلط. أول حاجة بعملها إن أنا لازم أسميها بمسمياتها، دي خطية كذا، ده كذا في ذهني. خلاص أنا رافض ده، عارف إنه ده شر. وبتوب عنه في ساعتها لأن أنا استسلمت للفكرة وفكرت فيها وبغطيها بالدم. بمسح أثرها بالدم، بلغي كل أثر ليها بالدم، بلغي أثرها بالدم، بتوب وبغطيها بالدم، فما يبقاش ليها تأثير عليا. ليه؟ نتكلم عن النيات ونعرف ليه أنا بقول لازم نعمل ده بسرعة. لأن في النيات، النيات الاختلاف عنها عن الأفكار، النية دي حاجة بتبقى جوه القلب، بتبقى زي رغبة، بتبقى زي حاجة أنا متعود عليها، حاجة جوايا فيها ديفكت، حاجة فيها يعني بيتقال عليها إيه؟ زي الإثم. عارفين في فرق ما بين الخطية والإثم. حاجة بلف وأدور وأرجع أعملها. حاجة جوايا مش قادر أكسرها، مش ملهاش دعوة بالفكرة. غضب مثلاً ومش بيتغير، موجود جوا قلبي. أنا عندي نية تسمى كده، المسمى بتاعها غضب. من غير ما حد يزعلني، بس أنا سريع الغضب، اللي احنا بنقولها كده، أنا بقولها بالكلام البسيط. فأنا لازم أحكم على هذه النية. وبرضه لازم أتصرف فيها. ليه؟ وهقول ليه دلوقتي. لأن لو الفكرة بتاعت العدو جت اترمت، والفكرة دي كان فيها أي مشاعر مثلا إهانة، هدي مثل كامل عشان أبينها. يعني على سبيل المثال أنا عندي مشكلة مع الغضب. هنا مشكلة، كلمة مشكلة مع الغضب يعني أنا في قلبي في نيات أو في مقاصد أو في حالة بغضب كتير، وحد أساء إليا بشكل معين، إيه اللي بيحصل؟ العدو بيعرف كويس قوي، لأن لسه بنقول إيه؟ لو ده في قلبي أنا المجال بتاع قلبي، فمش بس الأشخاص اللي هيقروا الحالة الروحية دي، المخلوقات الروحية كمان الكويسة والوحش. وإن كانت الملائكة ملهاش حكم على حالتنا الروحية، لكن الروح الشريرة بتستغل ده. فيجي العدو يروح رامي فكرة، حد غلط فيا، يقول يروح حطت الفكرة بس في الأول، إزاي الإهانة دي؟ إزاي يعمل فيك كده؟
يعمل فيكي كده ازاي او تعمل فيكي وتقول لك الكلام ده ازاي وانت مالكيش راي مالكيش شخصيه ازاي قدام. فايه اللي حصل؟ فكره صغيره اترمت. اول ما باخد الفكره ديت وما اقولش لا ده غلط الموضوع هيكبر وهيتحول لحاجه، انا سبت الفكره دي تعمل ايه؟ تكبر جوايا. لو في قلبي نيه، النيه دي بتبقى عامله زي الارضيه، البذره اللي اترمت دي هتيجي على الارضيه بتاعت الغضب، هتبقى شجره هتنزل على الارضيه ديت وتطرح وتكبر، هيبقى فيه ثمر بتاعها خطيه. فاكرين في يعقوب؟ رساله يعقوب بيتكلم على كده بالظبط. ايه اللي هيحصل؟ هتفضل الفكره بتيجي في دماغي، يبقى انا المره الجايه اول لما الشخص ده او الست دي او الراجل ده او هيجي يتكلم معايا هرد الصعصع عين وهقول الكلمه كلمتين، او لو انا كمان في عنف مع الغضب ممكن هزقه في وشه، هزقه بره واقفل يعني هبتدي في حاجه ابعد كمان و و و. انا عملت ايه؟ انا فتحت الباب ان الفكره تلاقي الارض المطار او الارضيه التربه اللي تنزل فيها تكبر وتعطي ثمر. ثمر ده هيحصل امتى؟ لما الشخص فعلا يجي واتصرف بالطريقه ديت. يبقى انا وقعت دلوقتي في كل اللي بولس كان بيقول عليه. فاكرين في روميا اعتقد كان في روميا 7 بيقول لان لست افعل الصالح الذي اريده، فاكرين الايه دي؟ بل الشر الذي لا اريده. يعني انا دلوقتي مقرر ان انا ابقى ظابط حياتي، متخلص من كل امور غير نقيه، ما مش واقع في التكرار بتاع خطيه معينه، حالتي حاول اظبطها وبصلي وقاعد قدام ربنا وطالب ان يتقفل على الامر ده، لكن ما حكمتش. وهو ده المفتاح الثاني. الثاني انا بعترف واتوب بيها بسرعه، الثاني انا بحكم على النيه، بحكم على النيه اللي في قلبي وبعلن ان ده غلط علشان ما تلاقيش مكان تنزل عليه. فانا ما حكمتش على النيه دي، ما حكمتش على اللي جوايا ده. فعلى طول لما الفكره بتترمي وبتلاقي ارضيه تنزل عليها هتطرح، فاعمل الشر الذي لا اريد ان افعله زي ما بولس كان بيقول. طب ايه المفتاح بالنسبه للنيات؟ الكتاب كان بيقول كده ان المسيح ما حسك خطايانا، مش كده؟ وسمروا على الصليب. انا بوعي بقى، انا بكلم دلوقتي على خطوات مش مجرد فكره حلوه طايره كده انا اتسمرت على الصليب كل خطايا وبقى ساكت. لا، انا بوعي، انا عارف ان جوايا غضب، عارف ان في نجاسه، عارف ان في نيه فيها ده. انا باخد ده، باخده فعليا في خيالي بجد، ان كانت الطريقه اللي بحب اعمل بيها ده، وبصمره على الصليب. بصمره يعني زي ما خلينا نتخيل كده انه زي الورقه ديت المبرومه، ده الصك. فاكرين الصكوك بتاعت العهد القديم والزمن ده اللي بولس كان بيتكلم من منطلقه، حاجه مبرومه كده، كان دي مكتوب عليها، خلينا نتخيلها كان دي مكتوب عليها مثلا عنف او غضب، واشوف نفسي بحطها على الصليب وبدقها على الصليب وما ارجعش ليها تاني. انتوا عارفين المشكله الاساسيه ايه؟ انه كتير في اللاهوت بتاعنا وفي كنايس وفي بعض اجتماعات، هو مش هنا ده ما بيتقالش هنا خالص، بس في حته تانية دايما الكلمه اللي بتتقال وبتتكرر طول ما احنا في الجسد لازم نخطي، وحتى اصحابنا واحنا ما بين بعضنا طول ما احنا في الجسد لازم نخطي. دايما الانسان خطاه هيفضل يخطي طول عمره، وهتقف الخطيه امتى؟ لما نروح السماء. مش بنسمع ده كتير؟ وهفضل اخطي وهتفضل حياتي فيها خطيه، وهفضل طول عمري بعمل شر وبعمل. لكن على فكره مش هو ده اللي الكتاب بيقوله. في رساله يوحنا الاولى لو تفتكروا، نقول يوحنا 5:18، خلينا نفتحها قدامنا، لانه انا عايز الايه دي لو نقدر نخرج بيها ونتتبروز قدامنا ده يبقى حاجه عظيمه جدا. يوحنا 5:18، يوحنا 1، الايه بتقول: نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ. مش انا اللي بقول، كل من ولد من الله لا يخطئ، بل مولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. يعني الديفولت بتاعنا بعد الايمان، عارفين ايه الديفولت؟ يعني حاله المصنع لو جاز التعبير، يعني بعد ما قبلنا المسيح ان احنا لا نخطئ. في الرساله في اولها في اصحاح 1 كان بيقول: وان اخطا احدكم لنا شفيع. ان اخطا، ان يعني ده النادر،
إن ده اللي هو يعني احتمالية مش العادي. يعني ما كده إن اللاهوت اللي بيقول إن إحنا لازم نبقى خطائين يعني غالبا يعني ما أعرفش، بغض النظر مش هتكلم في ده، بس الكتاب ما بيقولش كده، الكتاب ما بيقولش كده، بيقول غير كده. واللي حب بيسمع أكتر عن ده مؤتمر الطبيعة الإلهية، فاكرين بتاع الدكتور نادر، أبناء الطبيعة الإلهية، بيتكلم بالتفصيل، بيتكلم مع التفصيل كتير جدا عن الجزئية دي. فيبقى العادي بتاعي إن أنا مش بخطي، لأنه لما أنا بفكر إن أنا هخطي، عارفين ده إيه؟ ده بيحضرني للخطية الجاية. ده بروجرامينج لمخي، بيعمل برمجة لذهني عشان أبقى مستعد أنا هخطي. ما هو إذا كان هو ده اللي بيتقلي على طول، يبقى أنا بعمل إيه؟ ما زال إعلانات، أنتوا عارفين الإعلانات إيه الهدف منها؟ إعلانات كتير قوي، فاكرين الفترة اللي فاتت ديت؟ يعني مش فاكر، أنا مرة كنت حد كان فاتح تلفزيون في مكان كنت عنده يعني، ولقيت إنه نفس الإعلان بيتكرر في نص ساعة أكتر من 5 مرات أو حاجة كده. الهدف إيه؟ هم عارفين إحنا يعني الإنسان طبيعته إزاي؟ فهو بيعمل إيه؟ برمجة لذهني، لو إعلان أكل ولا إعلان حاجة، إن أول لما أشوف ده كتير قوي ويبقى ده أحسن حاجة ويطلعه في أحسن صورة، وأن أول لما أحس بجوع مثلا أو أول لما عاوز أشتري المنتج ده، أول حاجة أفكر فيها إيه؟ اللي أنا شفته نتيجة إن هو عمل برمجة زيها بالظبط، زي الموضوع الخطية ده. طول ما أنا بقول أنا هفضل أخطي هفضل أخطي هفضل أخطي هفضل، إيه اللي هيحصل؟ أول موقف في حاجة أنا مقرر إن أنا مش هرجع لها تاني، هلاقي نفسي برجع لها تاني، لأن أنا خلاص أنا مستعد، أنا دماغي متبرمج لده. فأنا رأيي إنه الوقت اللي جاي لو نقدر نقرأ رسالة يوحنا بالذات الأولى، فيها إعلان قوي جدا عن اللي احنا بنتكلم عليه ده، وفيها إعلان جامد قوي إنه مش العادي بتاعي إن أنا أبقى خاطي، مش العادي إن أنا ألف وأدور وأرجع تاني، لا بالعكس، المولود لا يخطئ، المولود من الله لا يخطئ، وإن أخطأ أحدنا نعمل كده، بس العادي إن إحنا لا نخطئ. عشان كده مهم ليه إن إحنا نميز ما بين الأفكار والنيات، عشان ما نديش فرصة إن العدو يجي يرمي حاجة، ولو أنا قلبي من جوه مش مظبوط الحاجة دي هتكبر ويبقى ليها تأثير. لأن المسيح لما هيجي الكنيسة ما فيهاش عيب ولا دنس ولا خطية ولا، إحنا بنستعد دلوقتي لزمن، الزمن اللي جاي زمن مهم جدا، الزمن وصلنا فين الوقت؟ طيب أنا هختم دلوقتي. الزمن اللي إحنا داخلين عليه لحد سبتمبر تحديدا، الزمن ده زمن مختلف، زمن فيه إعداد، زمن الوقت دوت في نعمة للاسترداد لكل ما فقد، زمن فيه تغيير في الحالة الروحية والحالة النفسية، الطاقة مفتوحة، الباب بتاع الأربعة ده فاكرين اللي إحنا قلناه، الإعلان الروحي ده موجود 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 على الزمن اللي جاي. فالوقت اللي جاي ده زمن فيه استرداد للي اتفقد في الفترة اللي فاتت، الفترة بتاعت الصيف اللي كان فيها نوع ناس كتير، أنا يعني ما عارف إنه في ناس عدت بوقت كانت الدنيا عندها بتضرب في السقف وتنزل تاني، ويصلوا ويحسوا إنه ما فيش حاجة بتحصل وما فيش حاجة بتتغير وهم نفسهم مش حاسين بحاجة فالزمن اللي جاي ده هيبقى فيه سماوات مفتوحة بشكل مختلف، لحد بالذات لحد فترة سبتمبر في حاجة بتتنقل، بس محتاج يبقى عندنا وعي. فاحنا وقت ما بنصلي وقت ما بندخل في المنطقه دي نبقى داخلينها بالوعي دوت. يعني دلوقتي لما اشرف هيطلع والفريق هنبتدي عايزين يبقى التارجت الاساسي الهدف الاساسي في الوقت اللي جاي ده، الوقت التسبيح اللي جاي اللي بعد الخدمه، يبقى على القلب. عايزين نتعامل انه اي حاجه الروح القدس يجي يطلعها برا، نتطلع للنور ويتحكم عليها وتتسمر على الصليب وما بقاش ليها رجع تاني. خلاص الزمن بتاع الدوائر ده مفروض ينتهي، زمن ان احنا نلف في دايره وارجع تاني، اللي انا كنت بعمله في 2014 بعمله في 2016، واللي عملته في 2010 بعمله في 2015 بعمله في 2016، ومتوقع بسبب ان انا متقال لي خطيه 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 اني هعمله في 17 وفي 18 وفي الزمن اللي جاي. زمن الدوائر ده مفروض يخلص، الزمن اللي جاي الاكليسيه، انا عارف ان الدكتور نادر بده يتكلم على الاكليسيه، فاكرين الاكليسيه اللي هو المؤمنين بقى مش الحيطان، والاكليسيه الكنيسه الابناء الناضجين دول بيتحركوا بطريقه تانيه بره الدوائر، مفيش دوائر تاني. الزمن اللي جاي زمن بره الدايره، بالعكس زمن تشريع من السماويات للارض، زمن فيه النقله
بقفزة. نقلات مش هتبقى نقلات من هنا لهنا كده صغير، لا. يعني أنا عايز أقول إن الوقت اللي جاي ده متاح إن أنا أحط شوق قلبي، اللي أنا بقول لسه عايزين نحط القلب قدام ربنا. يعني الوقت اللي جاي ده أنا هطلب من حضراتكم بس كل واحد يفكر إيه الحاجة اللي حاسس إن هي أكتر حاجة بيلف فيها أكتر، ونحطها قدام ربنا في الوقت ده. وأنا إيماني إن في كسر للدوائر دي النهاردة، كسر للدوائر دي الليلة دي، كسر. وهتتغير الأمور. هيجي وقت بعد كده هنضحك على الزمن اللي فات ونقول ياه فاكرين لما كان، أو أنا ما أقول لكلم أقعد قدام ربنا أو بكلم نفسي بقول لما فاكر لما كنت بقى يا ده أنا كنت بعمل كذا وكذا. أشكرك يا رب إن ده زمن انتهى، زمن انتهى، وزمن المجد هو الزمن اللي جاي. أمين.